اليوم سيتم الإعلان رسميا عن موعد القمة إن شاء الله في دورتها الثانية. وحقيقة يعني الدورة الأولى كانت ناجحة بكافة المقاييس. نحن أطلقنا هذه القمة العالمية والتي حقيقة هي الوحيدة من نوعها على مستوى العالم. خلقنا منصة، نحن منصة عالمية الآن لالتقاء الفرص مع الاستثمار، وكانت النتائج مذهلة في الدورة الأولى مما شجعنا للمضي قدما في الدورة الثانية. طبعا نحن في الدورة الثانية ضاعفنا سعة القمة سواء من ناحية الحضور أو من ناحية المنطقة المخصصة للمعرض المصاحب. كذلك هناك نقلة نوعية في المحاور التي ستركز عليها القمة، حيث يعني سنجلب أفضل الخبراء على مستوى العالم في مجال الطيران المدني، في مجال التمويل والاستثمار. الآن هذه القمة ثبتت نفسها على خارطة القمم التخصصية في مجال الاستثمار في قطاع الطيران المدني، هي الأكبر الآن، وسنمضي إن شاء الله قدما في هذه القمة.